كانون 2012 الأثيوبية لتقويم أو 16 من يناير 2020 لتقويم الأوروبي رقم 003-21 20-12 بسم الله الرحمن الرحيم باسم من العذراء مريم سبب إصدار خطاب الأمر لتنفيذ هذا من قبل الله تعالى الخدم والعبيد الموثوق بها منه لإبلاغ جميع القوى العظمى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة فرنسا الصين روسيا وكذلك المملكة العربية السعودية مصر يونايتد أرب إميريتس الهند ألمانيا كندا النرويج نورث كوريا ساوث كوريا إيران جميع الشركات التي تم ذكر أسماؤها ورؤوس أموالها في الرسالة ثمانية المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي البنك الدولي وسيكون الهدف الأول لمواجهة الإجراءات الأشد ضررا إبادة وإنهاء كل ما لديهم يجري نيس بعد إصدار خطاب الأمر لتنفيذه ستصبح جميع الأجراءات التي تم إبلاغك بها في الرسائل 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 سارية بمجرد أعلامك في وجه الله تعالى لديك كل شيء يجري غمرة يتمك شط كل قوتك والحكم مع جميع الرجال والنساء تحت قيادة وخدمة ولقيت إلى جحيم المنصهر لإطلاق النار لمدة لا يمكن وقفها من الزمن قبل أن تذهب لقراءة هذه الحروف اقرأ أولا كلمات الله العظيم مزمور 83 الباقي لا يلهي إلهيون لا تكن صامتا ولا ساكنا لأن أعداؤك يضربون وأولئك الذين يكرهونك يحملون رؤوسهم عاليا يبتكرون مخططات ماكرة ضد شعبك وتأمر على من صنعتك النزك تعال معهم يكون دعهم لا يكونوا أمة بعد الآن لا تذكر اسم إسرائيل بعد الآن بعقل واحد اتفقوا معا على إنشاء رابطة ضدك أسر أدوم والأسماعيليين الموآبيين وبالهاجريين ذبل إمون وملك بلاد الفلسطينيين والمواطنين من مصور أشور أيضا على المساعدات حليف وجميعهم من إقراض بني لوط وتعامل معها كما هو الحال مع سيسرا كما هو الحال مع يابين عند سيلكيشون الذي سقط مهزوما عندما سقط ميديان في ينارود وانتشروا في ساحة المعركة مثل الروث جعل رأساؤهم مثل غراب ذئب وجعل كل شرفاؤهم مثل ذبحو سلمنا أعلانهم قالوا أننا نغتنم أنفسنا كل مراعي شعب الهبدهم يلله مثل هذه المدينة مثل القشر قبل الريح مثل حريق مشتعل عبر الغابة أو اللهب الذي يتوهج عبر التلال قم بمطاردتهم بعاصفة خاصتك وافزعهم من رياح عاصفتك تكدس على رؤوسهم يا رب حتى يعترفوا بعظم اسمك ليحطمهم ويعيشوا في فزع دائم دعوهم يشعرون بالخجل ويهلكون في علم وأنك وحدك أنت لرب الله العلي على كل الأرض كما ترون كلمات الله سبحانه وتعالى من هم أعداء الله تعالى اليوم يجب أن تكون واضحة كنت في معظم أعداء قوس الله عز وجل والذي يمكنك يفوق 1000 مرة من أسلافك وعماليق وأموينز وبلاد الفلسطينيين ولوط يمكن الإشارة إلى هذه الرسالة على أنها أمر تنفيذي يثق به الله تعالى والعبيد كما هو معروف من قبل جميع الدول المعنية في العالم لقد أرسلت رسائل تؤثر على مصيرك ومصيرك في المستقبل لما يقرب من 15 عاما كما فعلت كل الجرائم والخطايا مع علمك كما فعل أسلافك لوط وسدوميت فإن جميع الرسائل 1.2-3.5-6.8 قد أخبرتك بلا كلل ولكن لا يمكن رؤية أي شيء أي جاب حاولت لرسائل نصحك وتحذيرك من خطاياك العميقة الجذور كنت قد فعلت ولا تزال تفعل هذا هو خطيئة مكروه أهمال وكسر
مشاورة لله وتحذيراته، ما زلت تعيش براءتك كما أنك قبلت وتمارس قوانين وإرادة الشيطان من خلال القيام بهذه الجرائم والخطايا الممنوعة، فأنت لم تندم أبدا وتندمت على الركوع أمام الله سبحانه وتعالى. لقد مر حوالي 2000 عام في أن اتظهرت، ولكن ما زلت لا تقبل، ما زلت تفعل وممارسة أكثر الخطايا والجرائم البغيضة في وجوه الله سبحانه وتعالى. كما تعلم جيدا، في 15 عاما الماضية تم إرسال جميع الرسائل 1, 2, 3, 5, 6, 8 عبر سفارتك في أديس أبابا إثيوبيا. أنا متأكد من أنك تلقيت جميع الرسائل، ولكن لم تفعل أبدا كما نصحت الرسائل، ولكن على العكس من ذلك كنت فعلت السلبي أو العكس من خلال إهمال الرسائل باستمرار النصائح والتحذيرات، فقد أظهرت غطرستك وكراهيتك لله تعالى. انتظرك بصبر لسنوات عديدة، ولكن دون جدوى جميع الدول والحكومات وما يسمى بالمجتمعات الدولية والعالم لرائد G8 و G20 والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وكلها في جميع أنحاء العالم كله فوق 200 دولة، مع جميع شعوك ومعتقداتك المحبة مثل الكاثوليكية، بروتستانت، إسلام، سنتويزم، هندوزم والعديد من الأديان والثقافات الشيطانية التي هي آلات حضن ديانات شيطانية قد غطت تقريبا وجوه الأرض كلها وسيطرت عليها. أن واضح وضوح للشمس يمكن لكل رجل علماء يشهد عليه. في السنوات 15 الماضية أخبرتك هذه الرسائل بوضوح بما فعلته وما زلت تفعله في وجوه الله سبحانه وتعالى. أهمال له أنت مدلل العالم كله من قبل لطبيبا أبشع الخطايا الخطايا، لقد جعلت سدوم قانونيا ولزنك حق لكل إنسان، ومحت تماما الإيمان الحقيقي للروح الأرثوذكسية من كل ركن من أركان الأرض، وشيطنة العالم كله وفرضت القوانين وتقاليد الشيطانية في كل حياة يومية للإنسان طيب القلب. لديك عيون، آذان، العقل والقلوب تقبل دائما عدو لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشيطان، أطعت أوامر وأوامر الشيطان دون ترد الكلف الكل عبادة، العدو الأكثر مكروه من لله سبحانه وتعالى وأبناءه هو الشيطان. دعنا نذكرك مرة أخرى أن هذه الرسالة التي ستتلقاها ليست رسالة قد تحذرك، بل هي رسالة أوامر وقرارات من الله عز وجل عبيد وعبيد، والتي ستعمل على الفور عندما تصل في يديك اليوم ليس بالأمس. كل شيء سوف يزول قبل أن تصبح تاريخا، كأن يجب أن تنقذ نفسك من الموت في النفس والجسد إلى الأبد، كأن يجب أن تستخدمها في وقت المشورة وتحذيرات. كما تعلمون جيدا عنا، نحن نعيش في أثيوبيا على الرغم من أنه ليس لدينا مكتب أو جيش أو جهاز أمني لتصرف كما تفعل كحكومة، لكن لدينا قوة لن تراها عيناك أو تسمعها أذنك، يد الله سبحانه وتعالى التي تقيس المقاييس والحكم لا يمكن رئيتها، ولكن عندما تتصرف يمكنك لشعور بها. بل تجعل ما نتحدث، ما نريد أن نقوله نقول باسمه، سيتم القيام به كما قلنا، لا نثق به وله عبيد وخدام له قد تكون من حزب كلماتنا وأوامرنا لتنفيذية. عندما تواجه الأفعال المدمرة والمحوى تذكر نحن خدام موثوق به لله سبحانه وتعالى، لقد فوضنا وتلفنا وأعطانا القوة للقيام بإرادته وأوامره وأوامره وقراراته ليتم تنفيذها. واستنادا إلى هذه الحقيقة والوقائع، يخضع العالم كله لإطاعة أوامرنا وأوامرنا وقراراتنا التي نصدرها باسم الله تعالى. ما زلت أعتقد أن تريقتك التي نشأت بها لن تسمح لك أبدا بالقيام بإيجابية، لذلك إذا أهملت أو حاولت عرقلة أو عرقلة
يجب أن تعرف إنه لن تتركك أبدا بدون عقاب شديد، لأن أكثر جحيم النار يهلكك. عندما كنت أجهز خطابات الأمر لتنفيذ هذه، سمعت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يتحدث إلى العالم باسره بصب عمله العسكري واقتله ضد الجنرال الإيراني. اتخذت إيران أيضا إجراءات مضادة بواسطة وأبل السواريخ وستناد لهذه الإجراءات. قال أن الجنرال وحش وإرهابي، ليس من المستغرب أن أدعو شخصا آخر إلى الوحش، ولكن بالنسبة لي هو الوحش الأكثر غطرسة. في عالمنا صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وإخوانك في الأسلحة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا والكثير غيرهم وحوش غير مرئية، المجرمين القتلة الجماع. لماذا لا ترى أنفسك ما ترى الآخرين؟ تذكر إعمال وعقاب الله تعالى التي ستحدث في إثيوبيا قريبا، ستكون علامة جيدة تخبرك ما هي الخطوة التالية المتعلقة بك. أن الأعمال المدمرة والمهلكة التي سوف تستهلكها لن تظهر أبدا في تاريخ البشرية. بعد ظهور هذه الرسالة سترى ما يعنيه اليوم ليس بالأمس. بالطبع حاولنا أن ننقل ما أمرنا لله تعالى بإخبارك به وجميع أنواع الإنسان لشهود وكلمات كاملة وأوامر لله سبحانه وتعالى قد تم تجاهل ودفن من جانب جميع الدول الحكومات المؤساة المنظمات الدولية ووسائط الإعلام. المطابع أن يغطي كل وجه الأرض، العالم كله تقريبا غارق في خطايا مثل سدوم ولزنة والعديد من الجرائم والآثام المجهولة. كل شيء له نقطة محدة، ذنوبك وجرائمك لا ترى في العالم، أنها تتفوق على أسلافك الذين عاشوا في زمن نوح وسدوم. لهذا لسبب قرر لله تعالى أن يقضي عليك ويدفنك في جحيم النار المسهر مروى إلى لابدك ما ذكرت أعلاه. وقد تم إصدار 7 رسائل وتوزيعها منذ 15 عاما تقريبا. لم تفعل شيئا سوى الوقت المقضي لأضعت وقت للتوبة، وما زلت تقف ضد إرادة لله القدير لقد أشعلت غضبه. من الواضح أنك ستدفع لثمن غالي. أن لله عز وجل يقول كلمة على لنحو التالي، مزمور 94: يا رب أله لانت قام أظهر لنفسك قم يا قاضي الأرض مع عقبة المتكبر كما يستحقون. ألا متى لشرير يا رب إلى متى يبتلع الشرير الفاعلون الشريرون ممتلئون بالنفخ يتفاخرون ويتباهون بربوا شعبك يا رب واضطهد أممكم المختار يقتلون الأرملة والغريب ويقتلون اليتيم يقولون ألا رب لا يرى أله يعقوب لا يهتم انتبهوا أكثر لناس وحشية أيها الحمقى متى تكونون حكيمين فيه التي زرعت الأذن لا يسمع أنه مصب وبالعين لا ترى ليس من يأمر الأمم يصحهم علم البشرية ليس لديه علم الرب يعرف أفكار الإنسان إلى أنها مجرد نفخة من الريح كما ترون. كلمات لله تعالى التي تحجي من يقاسك من يستطيع أن يخلصك لا أحد. أنت الآن ستدفع لثمن الأغلى الذي لم يحدث من قبل. في الرسائل 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 الإجراءات التي سيتم اتخاذها مكتوبة بوضوح، تم إيقافها حتى الآن لتجعلك توب لكنك أهملت لضحك وتخلصت منه. لذلك كل شيء له حده الخاص، والآن يتم إصدار الأوامر والأوامر التالية. يأمر أوامر وقرارات لله عز وجل بالخدام والعبيد التي ستكون فعالة عندما وصلوا في أيدي ممثلكم هنا في أديس أبابا إثيوبيا. قراءة يونيو 18 أقرأها للرجوع إليها. تم إخبار جميع القرارات بشكل متكرر وإعطاؤها الجميع الدول المعنية فيحكم 1.2 3.5 6 و 8 التي يجب تنفيذها.
لأنك لم تقبلهم أبدا كنسيحة وتحذير من الله عز وجل. أبعد من ذلك أنك أهملت حتى ضحكت ورميتها على أنها مسألة قذرة لك أفعالك المتكررة الشيطانية. اختبرت صبر الله سبحانه وتعالى لذا فقد حان الوقت لتقرير وتنفيذ جميع الإجراءات كما قيل في جميع الرسائل ذا هو السبن حين الخدم والعبيد الموثوق بها من لله عز وجل أصدرنا كتاب الأوامر ذا وأمرنا بتطبيقه. الأهداف الرئيسية للبلدان التي ستواجه عقوب الله عز وجل المعاقبة قريبا هي كما يلي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، فرنسا، ألمانيا، كندا، المملكة العربية السعودية، روسيا، مصر، الهند، كوريا الشمالية، باكستان، بولندا، رومانيا، بلغاريا، فيتنام، الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، اليابان، إيران، إسرائيل، إسبانيا، بلجيكا، جنوب كوريا، النمسا، أوكرانيا، النرويج، السويد، فنلندا، البرازيل، نيوزيلندا، تركيا، الفلبين، الهند، الفلبين، إندونيسيا، الهند، الفلبين، إندونيسيا، جنوب إفريقيا، إيطاليا إيتيسي. تلك الدول أو الدول التي تورت وتكديس أسلحة دمار شامل مكدسة مثل القنابل النووية والنيوترونية والكيميائية والبيولوجية وكذلك القنابل التدميرية الجماعية التقليدية الثقيلة ستكون أهدافا رئيسية. من هذه الدول: واحد الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الدولة التي يعرفها فيها كل شخص في كل ركن من أركان العالم، وهي الدولة الأولى والأولى التي وقفت ضد أقوال وصايا وأوامر الله عز وجل من بداية إبداعاتها كدولة. ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها قائد أو شرطة دول العالم. باسره صحيح أنها تكاد تكون إلها لكل أمم العالم. دمرت العالم بفرد إرادة لشيطان. الشيطان ما زالت تفعل وتفرض على بقية دول العالم. ننتحذ حذوها طوال ما يقرب من 200 عاما تم الحكم عليها، وفي السنوات 15 الماضية قيل لها مرارا وتكرارا عن خطاياها غير المرئية من الخطايا وجرائم الدمار الشامل. في كل دول العالم قامت بتثبيت حكوماتها العملة لأم الحروب الزنا سدوم. كل دول العالم فعلت ذلك عن طيب خاطر وبقوة وتفعل ما تأمر به. لذلك في جميع حالاتها سيتم اتخاذ الإجراءات التالية: مجلس الشيوخ والكونغرس مع جميع ممثليهم وما يسمى الجمهوريين وديمقراطيين بإدارة الترامب بكل ما لديها وجميع القوات المسلحة التي تخدم مصلحتها وجميع الأجهزة الأمنية مثل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومجلس الأمن القومي وجميع خفر السواحل وجميع القواعد العسكرية مع في حدودها وعلى متن جميع منشآت مراكز جمع المعلومات الاستخبارية وجميع السفن الحربية والطائرات الحربية وكل تأمينات مصارفها لدولية سيتم القضاء عليها وتدميرها دون أي رحمة. عبادة كاملة من قبل كل القوى الطبيعية ستكون غير محدودة العالم كله. سيشهد ذلك جميع الدول الأخرى. حكومات الدول عندما ترى أن هذه الإجراءات تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون متأكدا من مصيرك. سيقول لك ذلك: أنت أيضا سيتم القيام به كما حصل إلهاك الولايات المتحدة الأمريكية. وتذكر ما ستكون النتيجة لإشعال غضب الله عز وجل وإهمال الرسائل وأمر تنفيذي من الله عز وجل يعول عليه العبيد والعبيد ما لم يطلب من ربهم سبحانه وتعالى رحمته. فلن يوقفك أحد عن التدمير الكامل والمحو من على وجه الأرض. اثنان المتحدة المملكة
فيال الملكة المتحدة هي أكثر الدول التجريح في العالم كاتنين تستعمر معظم دول العالم. الكثير من الولايات اليوم حصلت على غضبها، منها الملكة المتحدة هي العدو الأكثر قوسا لله سبحانه وتعالى. إنها صورة حقيقية لشيطان في وجوده المادي الحقيقي. حتى الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، تم توجيه جميع الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي في هيكل سري من قبل لوسيفر تثبيت الملكة إلزابيث الثانية. هيكل دولتها هو بيت العموم، رئيس الوزراء أمام ممثل حزب العمل أو حزب المحافظين. المملكة المتحدة ستدفع الدول الأكثر مكروها على وجه الأرض ثمنا بأهظا غير مرئي في تاريخ البشرية، ولن يترك أي شيء من دولة ودول المملكة المتحدة تحت مظلتها سيتم تدميرها تماما، مع عدم ترك أي شيء كأعراض متبقية بقية حكومة الدول. عندما ترى هذه الأشياء تحدث، الخطوة التالية ستكون نفسك ستذهب العائلات الملكية في المملكة المتحدة الملكة الأمراء والأميرات إلى رحيلهم اللانهائي من هذا العالم، وسوف يصبحون تاريخا. وعند ما يحدث ذلك لا سماح لها إن تكون أحد أعراض لكم جميعا الذين يذهبون إلى أن تحذو حذوها. المملكة المتحدة، مجلس العموم، كليلتراء العبور أعضاء والحزب المحافظ، جميع الهياكل القضائية التحتية، وجميع البنوك المحلية والعالمية، كل شركة التأمين، عن التثبيت الإداري، جميع قوات الأمن مثل مي 5، إم 16، سكوتلان بيارد إلخي وكلها المسلحة القوات، وجميع الشركات المحلية المتدربة، وسوسال دودوال سكان شيطنة ستكون الهدف الأساسي. سيتم القضاء على جميع المملكة المتحدة وفروعها مثل أستراليا، وسيتم استهلاكها من خلال جحيم الحريق غير المرئي، وأيضا من جميع قوى الطبيعة. فإن معاناتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن إيقافها، مما يجعلها تتوسل من أجل الموت. سيبدأ هذا الإجراء بعد وقت قصير من حصوك على خطاب الأمر التنفيذي والأمر من ألله عز وجل بالخدام والعبيد 3 ألسين. سيتم اعتبار عابدي التنانين الشيطاني هذا تماما على أنهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذه الدول هي لدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان على أرضنا. لن تترك لصين ككل موجودة كدولة على الأطلاق. أنم جلسال شعب لصيني جهاز لدولة بقيادة رئيسها لبنزول عن كل تدميره ونظر إليها بالتساوي على أنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة روسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. سيتم قياسها وقياسها ورئيتها كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لذا فإن عقابهم هو نفس عقوبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 4 فرنسا، روسيا، الهند، إسرائيل، بأكستان، كوريا الشمالية، إيران على طريق امتلاك الأسلحة النووية كما ذكرت أعلاه. سيتم القضاء عليك وإنهاؤه وستصبح تاريخا. جميع المجالات اللادينية سواء كانت صغيرة أو كبيرة يتم بالفعل فحصها وتقييمها من قبل لله عز وجل بناء على النتيجة. سيدفعون أعلى سعر، مما يعني أنهم سيتم محوا من على وجه الأرض. الإيمان الوحيد الذي سيحكم على جميع وجوه الأرض سيكون الإيمان توحيد أرثوذكس، ستكون كنيسة تيوهيد أرثوذكس في إثيوبيا لديانة الوحيدة التي ستوجه العالم كله إلى والدهم الحقيقي القدير، وستكون هي لدين الذي يحكم الأرض سيواجه العالم كله وجميع البشر المعايير التاريخية لله سبحانه وتعالى. بعد رؤية العقوبة الشديدة، يجب على جميع أمم الأرض أن تسلم أيديهم لخدام وعبيد لله تعالى الذين يعيشون وقريبا
سيحكمون في أثيوبيا لحصول على شيء أو أي حلول يجب عليك لركوع وتوسل من أجل رحمتهم. يجب أن تعلم وتأكد من إنه بدون صلاتهم وسعيهم ليد الله تعالى لرحيم لا يمكن لأي شخص على وجه الأرض أن يخلصك. عندما يبدأ كل الإجراءات الصارمة في إسقاطك تذكر لماذا حدث ذلك. السبب الوحيد الذي يجب أن تعرفه هو أن دينونة الله سبحانه وتعالى التي نقلتها إليك لمدة 15 عاما تقريبا ستكون لسبب الوحيد لا تغش دولك عن طريق التستر على الغطاء الاصطناعي. ألا ذيل يساعدك أبدا أن الدمار والإبادة لشاملة للعالم سينبثق من جميع الرسائل 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 كل شيء موصوف وملاحظ بوضوح الرسائل تحجيمك وقياسها وتقيمك بناء على النتيجة التي تم الحصول عليها من أفعالك لدائمة فإن إجراءات اليوم قادمة لإنهائك. بعد ذلك سيعطى العالم كله للخادمين والعبيد الموثوق بهم لله عز وجل جاء خطاب القيادة هذا ليقرر مصير وجوك أو عدم وجودك وهذا يوضح ما تعنيه رسالة الأمر لتنفيذ هذه التي وثق بها لله تعالى بالخدام والعبيد. عندما تبدأ عملية تدميرك وتستأنف يجب عليك لتفكير مرتين قبل أن تجرب العديد من طرق المقاومة من الطبيعي أن أتوقع ذلك أيضا لكنه لا يوقف أبدا تدميرك الكامل واكرها مرة أخرى. الحل الوحيد المتاح لك حيث أن الدول والحكومات والقادة في دولكم هي لتسول والركوع وصب دموك في وجه لله تعالى بالخدام والعبيد الذين يعيشون في وطنهم إثيوبيا. قد يقبلونك أو لا يقبلونك ولكن يجب أن تفعلوا ذلك حتى يظهر رحمتهم. تذكر لله عز وجل أن العباد والعبيد هم أبناؤه المحبوبون يسمعهم يقبل صلاتهم ويعطيهم أجابته. لذلك عندما جاءت العقوبة بناء على طلبهم ستأتي الحلول أيضا بناء على طلب رحمته إلى لله عز وجل ولدهم. متى سيتوقف عمل لله تعالى المدمر والمحو يجب أن يكون واضح لكم جميعا. العالم كله لن يسير كلما اعتاد اليوم. تعيش جميع الدول والحكومات والسكان بشكل عام وتخدم بإرادة الشيطان وترتيبه هذا أيضا لن تنكره أبدا. كل دساترك وقوانينك وأوامرك وما يسمى بالديمقراطية أعطاها لك لشيطان لرئيسي الأفعال. ذلك من ظهور هذه الرسالة من الأمر لتنفيذي الذي أصدره تيلي ظلطوير لتنظيمي موثوق به الخدم والعبيد. كل شيء قمت بتثبيت يجب أن تمحى وسيتم زرع الإرادة والنظام وأوامر الله سبحانه وتعالى. يجب نقل كل قوة على وجه الأرض إلى عباد الله المعتمدين وعبيدهم. ما لم تتحقق إرادة الرب سبحانه وتعالى لن يتم القضاء على الإبادة الكاملة. هذا يجب أن يكون واضحا لجميع أمم الأرض على الرغم من أنك سوف تهمل خطاب القيادة والنظام هذا. شكرا لك لمجرد قراءته. مع الاحترام والصدق بصمة لتوقيع خادم موثوق وعبد تيلي ظلطوير لتنظيمي العبد الموثوق والعبيد لمريم العاد.